علينا أيضا أن نتقدم بواجب العزاء لنادي الزمالك ولمصر في وفاة المرحوم حازم ياسين أمين صندوق نادي الزمالك السابق والله يعني الحالي أمين الصندوق الحالي ما تلخبطناش هو حاليا السابق رحمة الله عليه ولكن يعني لا نملك إلا أن نتعظ إذا كنا فعلا نريد أن نتعظ ففي الوفاة عبرة ولذلك السعي وراء المتوفي له حكمة كبيرة لو تعلمون.